أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الأوزبكي يخبره فيه برغبة إقامة مباراة ودية بين المنتخبين استعدادا لكأس آسيا 2019. وقال عضو الاتحاد كامل صغير إن الاتحاد الأوزبكي أرسل كتابا رسميا الاتحاد الكرة يخبره فيه إقامة مباراة ودية بين المنتخبين في العاصمة الأوزبكية طشقند، موضحا أن الاتحاد أرسل الكتاب إلى لجنة المنتخبات من أجل مناقشته مع الكادر التدريبي، وفي حال لم يتعارض موعد المباراة مع المباريات الودية الأخرى لأسود الرافدين سيوافق الاتحاد على خوض المباراة.